أخواتي الطالبات، إخواني الطلبة المقبلين على استجهاز مباراة التوظيف الجهوي أو مباراة التعاقد قطاع وزارة التربية والتعليم بخصوص السنة الدراسية 2021-2022، متمنيا لكم من أعماق قلبي كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. إن هذه المباراة يكون موضوع رياضيات بالنسبة للسلكين مع الثانوي الإعدادي والثانوي الإدبي، يتكون من جزئين. الجزء الأول يتعلق بمادة التخصص، والجزء الثاني يتعلق بمادة ديداكتيك الرياضيات. نزولا من عند رغبة العديد من الإخوان، ما تدارس اليوم وضعية ما طلب من العديد، وهي وضعية نظمة معادلة من الدرجة الأولى في مجهولين بالنسبة لجهة المشارك العلمي كذلك تكنولوجي أو مهني. Donc aujourd'hui, on se rencontre là pour discuter ou bien pour aborder une situation didactique concernant dans le système d'éducation du premier degré à deuxième année pour le niveau tronc commun scientifique, tronc commun technologique et tronc commun professionnel. Et bien sûr, quand tu as parlé, mais le mot qu'elle me met, c'est qu'elle est derrière qu'elle s'intéresse, il y a une chose de qui va éliminer les faits de crise. واطلاعي على العديد من المجالات وعلى العديد من البيداغوجيات التقليدية والعديد منها، خصوصا البيداغوجية الإيجابية المتعلقة بكيفية التحكم في الموارد الخاصة إما بمجموعة أو محور أو درس أو مقطع درس إن أصح التعبير. من بين الأشياء المهمة التي سنتناولها اليوم وهو وضعية نظمة معادلة الدرجة الأولى للمجالين كما قلت بالنسبة لكم. على بركة الله ننطلق ونتمنى التوفيق وأن نكون في حسن ظنكم. إذن أهم وثيقة تربوية اللي كتجينا دائما في الامتحان أو في الاختبار، وهي تكون عندنا وثيقة يتعلق الأمر بالتوجيهات التربوية وتتكون من ثلاث خانات. احنا اليوم التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الرياضيات في سلك التعليم الثانوي التأهيلي. إذن قد ناخذ جذوع المشاركة، وبرامج حينما نقول جذوع المشاركة هناك الجذع العلمي والجذع التكنولوجي والجذع المهني. أما إذا أتكلمنا عن الجذوع بالنسبة للبيغي المواد كاملة فهناك الجذع الأدبي والجذع وأسك. إذن الفقرة الأولى أو الخانة الأولى وهي التي تحتوي على محتوى البرنامج، تقدر نقول في ميدي بروغرام، دونك هنا تكون عندنا كونتيني البرنامج. وأبناء المعادلات المترجحات من الدرجة الأولى في المجال الواحد، أبناء المعادلات المترجحات من الدرجة الثانية في المجال الواحد، أبناء الشكل القانوني لدولتية الحدود، معادلة من الدرجة الثانية في المجال الواحد، إشارة دولتية الحدود، مقطع من الدرجة الأولى الثانية في المجال الواحد، النظمة. هنا محور اليوم في موضوع ديداكتيك الرياضيات هو النظمة، المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين، ثم نظمة معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. أظن جبت تخدمي خصوصي بالفرنسي بوغ سيغتان زيتيديون، إي باغفوا أون بوسوا كون دي كيستيون، دوني لا ترادكسيون دو سو باراغراف. دونك لو كونتوني دي بروغرام، لي زيكواسيون إي لي زينيكواسيون دي بروميي دوغري أن سيغ أنكوني، لي زيكواسيون إي لي زينيكواسيون دي سوكوند دوغري أن سيغ أنكوني. La forme canonique du trinôme, l'équation du second degré à un seul inconnu, le signe du trinôme, les inéquations du second degré à un seul inconnu, les systèmes, les équations du premier degré à deux inconnus, le système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Voilà donc notre indication. Et maintenant, c'est un tel bi, n'est pas un 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 المنتظرة، قدرات المنتظرة، أوتومون دي الكاباسيتي أتوندي، الكاباسيتي أتوندي، إذن بخصوص القدرات المنتظرة،
الناحية المعادلات ومترجعات الأول في عدد المعادلات من الدرجة الأولى في كم ثانية في الواحد حل النظمات حل النظمات تضييع القدرة للمجهولين باستعمال لاحظوا باستعمال مختلف الطرائق وما هي الطرائق؟ هناك طريقة التأليف التصغير هناك طريقة التعويض ولكن هذه الطريقة الجديدة هي هذه نحن نركز عليها طريقة معدلة سيتادير ديتيرمينا لا ميثود ديتيرمينا هي هذه طريقة معدلة أو سيستم دو كرامر أو سيستم دو كرامر تريد وضعية تضمن مقادير متغيرة باستعمال التعليم المعادلات أو المترجعات أو النظمات ديتيل ميجاني لحلول المترجعات أو النظمات العمل المهم بمجهودين مثلا في تجميع المشروع على المسائل التي تستحق برمجة Donc, selon les capacités attendues, nous avons résoudre des équations qui se transforment en des équations de premier degré à un seul inconnu ou du second degré à un seul inconnu. Résoudre des systèmes de premier degré à deux inconnus en utilisant les différentes méthodes, à savoir la méthode par combinaison linéaire et la méthode par substitution. Et aussi la méthode du déterminant qu'on appelle système de Cramer. Ça, c'est l'utilisation du système de résolution de certaines expressions de certaines situations problématiques. Ensuite, l'interprétation du résultat du système qu'on résout, le système algébrique. بطبيعه الحال حنا نركز على النظمات والقدرات المستهدفه من النظمات ولاحظوا اخواتي الاخوان الطلبه الاساتذه من بين هذه الوثائق التربويه التي تصدر في بدايه موضوع الديداكتيك الرياضيه يجب الاخذ بعين الاعتبار انها تطرح في الاسئله و نمر الى توجيهات تربويه les orientations pédagogiques ou bien les recommandations pédagogiques orientation pédagogique. Voilà que je la vois ma voix les mourir. Il ne se bat une fois bien. Donc, technique moi d'être mon parjahat, ou la dame a fait une idée. Il y a une exonée, une question de tauro. Tu vas dire, il y a mon mal à ça. Il y a mon mal à cette procédure. Là, il y a une kalimat de cible, il y a une halat, mon mal. كان ينبغي تعود التلاميذ على حل بعض المعادلات من درجة الأولى يستعين معادل هنا ينبغي إدراج مسائل من الحياة المعاشة أو من مواد دراسية على في التلاميذ إذا هنا كل شيء هذا الشيء خصنا نحاولوا نوضحوا هذه المعادلات المترجعات في حل المسائل العلمية ونعطيو بعض الأمثلة نكتب البرهان بدراسة الحالات لكي يسمعوا التلاميذ ويحاولوا يمارسوا سواء اذا كان في المقدمه المطلقه او اذا كان لهم بارامتر كما هو ممكن في وضعيات بسيطه وهادفه لتنميه هذه القدرات على الاستدلال. الان شفنا الوثيقه التربويه اللي تتكون من ثلاث خانات، الخانه الاولى المتعلقه بالمحتوى، الخانه الثانيه المتعلقه بالقدرات، وخانه الثانيه المتعلقه التوجيهات التربويه وعطينا فكره عامه كاملين باش ندوزو للاسئله المتعلقه بالموضوع الديداكتيك ارياني. اذ نمر الى الاسئله المطروحه. السؤال الاول اخواتي اخواني الطلبه الاعزاء، متمنيا لكم التوفيق في هذه المباراه ان شاء الله. ماذا نقصد بالتعليم الثانوي بالسلكي؟ ثم ما هي انواع الاستدلالات التي تدرس بشكل ثانوي تاهيلي بشكل اعدادي؟ قدم استاذ رفقه التلاميذ مقطع درس خاص بعمل المقدم. نجاوب على السؤالين. اذا ماذا نقصد بالتعليم الثانوي بشكل؟ التعليم الثانوي بشكل هو التعليم الثانوي الذي ينقسم الى جزئين، هناك سلك الاعدادي الثانوي الاعدادي وهناك سلك الثانوي التأهيلي. سلك الثانوي الإعدادي مدة الدراسة هي ثلاث سنوات، سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، السنة الثالثة هي سنة ختامية
على إثرها يتوجه التلميذ إلى التعليم التأهيلي بمختلف شعاره وأسلاكه، ويختار في التوجيه جذوع المشاركة التالية، إما العلمية أو الأدبية أو المهنية أو التكنولوجية، ثم يختتم بامتحان جهوي نسبته 50% حسب آخر مذكرة وزارية صدرت في هذا الشهر 9 من السنة 2021. والمراقبة المستمرة فيها فروض كمية 50% والموحد المحلي أو الفرد المحلي كمية 50%. بالنسبة للثانوي التأهيل، مدة الدراسة ديالو 3 سنوات، سنة زيادة مشاركة علمي، وخلالها التلميذ يتوجه إلى شعب علمية كالعلوم التجريبية والعلوم الرياضية والعلوم الاقتصادية وعلوم الكهرباء وعلوم الميكانيك. السنة الأولى من سيكل البكالوريا تختتم بامتحان جهوي نسبته 25%. لذلك هذه السنة تخضع لنظام المراقبة المستمرة الجديد. و ما تمتاز به السنة الأولى هو أن التلميذ يتوجه من جديد إلى إحدى الشعب، علوم جليدية كهرباء، علوم جليدية علوم الحياة والأرض، علوم جليدية فيزياء، علوم جليدية زراعية، وهناك بطبيعة الحال اللي هي مسالك دولية، ثم علوم رياضية، إما علوم رياضية ألف أو باء، تقدر سيونس مات أ أو سيونس مات بي، وكذلك فيها المسالك الدولية. ملاحظة، الإعدادية أصبحت في السلك العام، السلك المهني، وكذلك السلك الدولي. إذن كيف، ما هو الجدار المشترك؟ هو حلقة وصل بين السلك الابتدائي والسلك الثانوي التأهيلي. التلميذ كيكتسب واحد المكتسب ونعمل على تعزيزها وتطويرها وسموها. في سلك الثانوي التأهيلي التلميذ له مواصفة أخرى، وهي مواصفة أنه يولي قادر على بناء المعرفة وعلى البرهنة واستعمال السلالات الرياضية، الشيء اللي تيخول ليه متابعة الدراسة ديالو في إحدى التخصصات العلمية أو التقنية في السلك التعليم العالي الجامعي. إذن جبنا أخواتي إخواني على السؤال الأول، نمر إلى السؤال الثاني. ما هي أنواع الاستبدالات التي تدرس في السلك الثانوي التأهيلي؟ كما يعرف الجميع أن الاستبدالات التي تدرس في السلك الثانوي التأهيلي هي برهان بالخلف ديمونستراسيون بار أبسيل أو بيان ريزون بار أبسيل، ريزونمون بار كونتر إكزومبل استبدال بمثال مضاد، ريزونمون بار إمبليكاسيون ديريكت الاستبدال المباشر، الاستبدال بالاستبدال بالاستبدال المباشر، ريزونمون بار إيكيفالونس لوجيك بيان بار ليز إيكيفالونس سكسيسيف، الاستبدال بالتكافؤ أو الاستبدال بالتكافؤات المتتالية. ثم كنعرفو الاستبدال بار ريكيرونس أو الاستبدال بالتارجون، ريزونمون بار ريكيرونس بيان الاستبدال بالتارجون. ثم عندنا الاستبدال المضاد للعكس، لو ريزونمون بار كونترا بوزي، لو ريزونمون بار كونترا بوزي. دونك جو ريبيت دو مانيير اديكوات، الاستبدالات التي تدرس بالسلك الثانوي التأهيلي، هناك البرهان، هناك الاستبدال بالمثال المضاد، استبدال بالخوف، استبدال بالاستلزام المباشر، استبدال بالاستلزام المضاد للعكس، استبدال بالتكافؤات المتتالية أو بالتكافؤ، وكذلك استبدال بالطرش، استبدال بالطرش، وأخيرا استبدال بالخوف، ريزونمون بار أبسيل. إذن ذكرنا كاع أنواع الاستبدالات، نجدهم في الوثيقة العامة الخاصة بالأهداف العامة للتدريس الرياضي. ونصيحتي كمدرس وكأخ وكصديق وكزميل، نتقاسم معكم هذه الخبرة التي طابرنا من أجلها، أن تكونوا على اطلاع بأهداف الرياضية بالنسبة للأسلاك الثلاث، بالنسبة للأسلاك الثلاث، ليس فقط بالنسبة للأسلاك الثلاث والثلاث، بل بالنسبة للأسلاك الثلاث. ما هو المستوى؟ قدم تالتا، قدم أستاذ رفقة التلاميذ مقطع درس خاص بحملة معدل من الدرجة الأولى بين شهرين مستعملة طريقة كرام. قدم الأستاذ واحد الدرس يلجا حملة معدل من الدرجة الأولى مجهولين، ولكن مستعملا طريقة كرامة، يعني طريقة المعدلات، طريقة المعدلات من ديترمينو.
ما هو المستوى المستهدفون؟ بالطبع عن هو الجيل العلمي المشترك أو الجيل التكنولوجي أو الجيل المهني. حدد المعارف الخصوصية عن شقام الواثقة وحدد المكتسبة القبلية. إذا غدا نجاوبوا على هذه الأسئلة ونشوفوا ما تبقى من الوضعية. اختار نشاطا بدائيا أو نعم سيستم A plus B greater C أبريم أبريم A B C ce sont des nombres réels connus. On a fait واحد كلمة تستريحي ثم ما هو لا البارلام الذي يمكن التوظيف في تأويل حل المطمئن الدرجة الأولى بمجرد يعني كان البارلام سيت ان لوجيسيال تيب تيب ديال لوجيسيال هنا بور دوني ان انتربريتاسيون جيومتريك او ريزولتا لوغ دو لا ريزولوسيون ديال سيستيم باغ اون ميثود اجيك اي لا ميثود كي كونساكري ايسي كي اوبجيكتيف سي لا ميثود دو كران دونك اون فوا باسي pour répondre à certaines questions. علمي جدا مشترك تكنولوجي جدا مشترك مهن. السؤال الثاني القدرات المنتدى القدرات المنتدى حل نظمة وعددين سبب فقط من الدرجة الأولى المشهورين استعمال هي القدرة هي ثلاثة المقطع تاريخ الكرام التأويل الهندسي أو الحل الميداني ثم أضيف النظمات في تغيير وضعيات يعني في حل المسائل والتأويل الهندسي واستعمال البرنامج اللي غادي ناخذو جيوجيدا هو اللي كاين في السيك الثانوي التعليمي وموجود في لي شارجات فري يعني غراتويت وخدمة دونك باش منطوروش هدوما الأشياء المهمة من بعد ندوزو المكتسبات القبلية ثالثا المكتسبات القبلية كما أشارت الواثقة الخاصة بالتوجيه التربوية كاين حل النظام معادلة من الدرجة الأولى مجهولين هناك طرق تطرق إلى تلميذ في الثانوي الإعدادي أو في السنة الثالثة الأسدس الثاني طريقة التعويض طريقة تأليف الخطية والحل المدياني إذن هنا حل جبري جبريا باستعمال إحدى الطرق ثم المسائل الملفة تمي استعمال النظمات أو توظيف النظمات لحل المسائل كل من المكتسبات القبلية مكتسبات عندنا المعادلات من المكتسبات القبلية مترجحات ما محتاجهمش لأن لسنا فين نظمات واحدة مترجحتين ثم عندي معادلة مصداقية لأن غادي نحتاج تمثيل معادلة مصداقية
ما هي المكتسبات القلبية التي أحتاجها كي أتمكن من بناء نظمة معادلة الدرجة الأولى بطريقة كرامر، ولكن الأهم من ذلك وهو الحل المبيني سأحتاج إلى إنشاء مستقيم، ثم أحتاج إلى وضعيات مستقيمة لم يكن متوازيا أو متقاطعا في نقطة أو منطبقا. الآن نمر إلى السؤال إلى السؤال الرابع ويتعلق بنشاط البناء. النشاط البنائي عندنا نظمة، وتلاحظوا الوضعية الديداكتيكية الخارجة هو حينما نعطي كلمة نظمة هذا السند بصفة عامة، حيث هناك مفردات أو هناك رموز ديداكتيكية خاصة بالـ A بين B بين C بين E، بحيث أبريل و بيبريل و سيبريل أعداد حقيقية غير منهجة. نعتبر أوبجيه لتكون إس النظمة الثانية. مع أبريل ناقص أبريل بي تخالف سهل. هنا غدا نذكر أو نعطي ماذا دي محددة أبري نعم نعطي قوة رمز على أبري ناقص أبري ونسمى دي السؤال ديالنا أوجد إكس و إزاد بدلالة أ و ب و س و ب و س و س إذن هنا تدبير النشاط داخل الفصل الدراسي. نأخذ النظمة AX Y C نقطعها على الفلان أبريم X زائد B بريم Y تساوي C بريم، نريد إما إيجاد X أو إيجاد Y. إذن التلاميذ غدا نساعدهم بحال ابتلاء القوس صعوبة، أعطينا واحد الوقت زمني 4 دقائق 5 دقائق وما لقيناش واحد وصل ولا شجر، نبدا مع يد العون او يد المساعده. ان يد العون هم نضربوا هذه مثلا في ابريل التلاميذ يحصلون على ابريل اكس بلس ابريل بي هيك يكال ابريل سي، ويحصلون على A أبريم X plus A B أبريم Y يقال A C. إذن من خلال هذه النظمة النوعية كيف يمكن نهتي هنا نضرب طرفين معا في A أبريم نضرب طرفين في A ونحصل على النظمة. إذن نسميها هذه واحد هذه اثنان بالنسبة للفرق اثنان تعطي أن A A بريم X غتجي وغتبقى أن A بريم A B بريم ناقص A بريم B في Y يساوي A C بريم ناقص هذا يخالف السفر
ونصب إيكغيك يساوي أ بريم سي اللي هي المحددة أ بريم سي سي بي على محددة اللي هي أ بريم. إذن بنفس الطريقة نحصل على x يمكن كذلك أنا أقول ناخذ تاني النرمة ax plus by equal c a prime x plus y prime y equal c prime. هنا غادي نحاولوا ما امكن نستغلوا عدد اخر يعني نضربوا هنا مثلا في بي بريم هنا في بي اللي غتلاحظوا بلا غتلاقينا بي بريم اكس هنا بي بي بريم اكريك بريم بي اكس بي بريم اكريك كان بي بريم سي دونك اذن نجيب بيبريم اكس بلس بيبريم اكس بلس بيبريم اكس بيبريم اكس ثم عندنا بريم بي اكس نمشي هو بي بي بريم إكغيك بي بي بريم إكغيك دونك أ بريم بي موان أ بي بريم إكس إذا بي سي بريم موان بي بريم سي نسيبو إكس هي محددة ما تلاحظو هنا غادي نسيبو سيبرين أو لا سيبرين سيبرين من أسم سيبقى سيبرين سيبرين إخواني نرجع النشاط ديالنا
إذن النتيجة اللي وصلنا لها هو في حالة ما عندي نجمة ا اكس تساوي ي إيكال سي ا بريم اكس تساوي بريم ي إيكال سي بريم، وعندي إذا كان يعني بالنسبة ثاني بصفر فإن نضع لها واحد جوج دونك إكس يساوي واحد جدا خاصة بإكس سي سي بريم سي بريم راه إذن الحالة ديال دي تساوي صفر، أما اقتراض الأمثلة متنوعة وغنية أو في ست من الدلائل. إذن ندوزو المثال هنا، ضربنا بعض المثال يعني راه مرحلة قانونية، قانون التوظيف، نعتبرو مرحلة قانونية لمعرفة هل التلاميذ استوعبوا طريقة كرامر أم لا. دونك مثلا غنعطيو 3x زائد جوج كبلاك كتساوي صفر، ونعطيو جوج إكس زائد كبلاك أو ناقص كبلاك تساوي أربعة. نخلي البابس في المحل نفس طريقة كلام استعمال كرام. إذن التلميذ on a donné un exemple concernant le système de deux équations de premier degré à plus inconnu, à savoir 3 x plus y plus 4z, 2x plus y plus 7, et on a demandé aux élèves de résoudre ce système en utilisant la méthode de Cram. Donc, ils vont calculer le déterminant. Déterminant, 3, 2, 2, 1. Donc, ça va donner 3 moins 4 égale moins 1. Donc, différent de 1. Alors, le système, il admet une solution. Alors, on va trouver x. Donc, on va diviser sur moins 1. Et là, donc, c, c'est plus, c'est 7, 4. Et 2, 1. Donc, ça va donner 7 fois 1, c'est 7. 4 fois 2, c'est 8. Sur moins 1, moins 1 sur moins 1, c'est 1. De la même manière, on va chercher y, toujours divisé sur le déterminant. Alors, pour le numérateur, donc on a 3, 2. À la place du coefficient de y, on va mettre 7, 4. Et là, ça va donner 12, 3, 14 sur moins 1. C'est-à-dire moins 2 sur moins 1, c'est 2. Donc, la solution du système, c'est S égale le couple 1, 2. Avant de le mettre, on doit vérifier. Donc, 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 2, 4, c'est 7. 2 fois 1, c'est 2. Plus 2, c'est 4. Alors, oui, l'indice. Là, mon kinsternot. Mon kinsternot, oui, l'indice. Mon kinsternot, oui, l'indice.
Oui, la personne. إخواني أخواتي الطلبة، تقول الهندسة لا تفرطسيون جيومتريك، دونك عندنا مساقين دي واحد المعادلة، بتا إكس زائد جوج إكغيك كتساوي سبعة، هي ناقص سبعة كتساوي صفر، وهذه المعادلة بكثير راح تولي في مستوى جذع المشار، عندنا المساقين الثاني وهو إكس زائد جوج إكغيك كتساوي x زائد جوج y ولا جوج x زائد y، لا سي با جوج x زائد y، بيان سور جوج x زائد y، جوج x زائد y صحح جوج x زائد y كتساوي 4 ناقص 4 رقم 4 كتساوي 0. هذا المستقبلان الحل متقاطع دي واحد ودي اثنان متقاطعان في احداثية الحل ديال المطبخ صغير، لان شكون اللي يكون واحد ديال اللي كان من وراه هو الكوفيسيون ديريكتور ديالو، الكوفيسيون ديريكتور والكوفيسيون ديريكتور متجه للجهة الفلانية فرضوني مهند تلاحظوا بلي هاد المتجهتان غير مستقلين كانوا سون با كوليان اللي كنا بدي كاملين راه وفاز، دونك هنا نستغلو فارلام نستغلو واحد فارلام جيبو جاب نستغلو فرمات جيو جبرا ونقدرو نشوفو بلي هاد المستقبلان متقاطعان، نقسم لها ونرسم هذا المستقبل اللي عطينا تلاتة إكس زائد جوج ثم مستقبل آخر اللي هو إكس إذا كتلاحظوا أو ممكن يتقاطعوا في النقطة واحد جوج زائد جوج تساوي أربعة، جوج إكس زائد إكغيك نصحو الخطأ تطلع من الفنون بعد نشوفو في الفونت
بنفس الطريقة إخواني نفس الحالة ديال دي كتساوي تسافر، ولكن ما نبرسوهاش داخل حاسة النفس باش ما يكونوش بلا بزاف ديال المعارف على الكلمة. إذا نلاحظوا حالة ديال محددة كتساوي تسافر. نغدروا على شكل ملاحظة، على شكل ملاحظة نقطعها على شكل 12، نقطعها على شكل 12، شكل 12، نحل نفس مثلا ما إكس زائد جوج بلاك كتساوي 4، وعندنا أربعة إكس زائد 8 بلاك كتساوي 1. وعندنا نجمع مرتبط زائد إدراك كتساوي 2، وعندنا إكس زائد جوج إدراك كتساوي 4. المحددة 1 4 جوج 8 هنا كتعطينا 7. هنا كذلك المحددة 3 6 1 جوج كتعطينا 7. نحتاج إلى طريقة التعويض أو التأليف الخط. وبالنسبة للنجمة اس اه، بالنسبة للنجمة اس اه، هذه النجمة اس اه، تطلع بأن النجمة اس اه مقسمة على 4، هذه تساوي اف اه. وبالنجمة اس اه تعطينا اكس بلس 2 زي بلاك يكال كا، و اكس بلس 2 زي بلاك إيجال هكا. دونك هنا مستهلك نعم لا تساوي تساوي 1 على 4 غير ممكن. تس المجموعة كاملة. دونك الحالة الثانية نلاحظوا بلا نفس المعادلة نقسمها هذه على جوج تعطي 3 إكس زائد إكس كتساوي جوج. دونك غتكون معادلة في الحالة الثانية عطاتنا 3x تساوي جوج. يعني هنا نضمن نصبح معادلة واحدة من درجة الأولى. إذا غنسمو جوج إكغيك تساوي جوج ناقص إكس إكغيك تساوي جوج ناقص تلاتة إكس على جوج. هنا نكتبو إس جوج إكس إكغيك كليك تساوي أو نكتبو إس على هذا النحو إكس نعوض كليك تقييم الدماغ نعوض مجموعة من الأجوبة مجموعة من النحو هاد إكس تساوي. إذن في هذه الحالة المستقيمة منطبقان، وفي الحالة الأخرى متوازية قطعا. ممكن هنا نشوفوها تستعمل زوج أبعاد. نقوم بستعملها ونستعمل جوج أبعاد. ممكن نجيب طعمة جوج أبعاد
تخرج النجمات اللي درنا في الموضوعين، عندنا تلاتة إكس زائد جوج إلى كتساوي جوج، تلاتة إكس زائد وعندنا ستة إكس أربعة. معدودنا الرجل المستقيمة المنطقة المستقيمة. الآن نشوفوا الحالة الأولى اللي كنا نرجعو لهنا، عندنا تلاتة إكس زائد إكس زائد جوج إلى كتساوي أربعة، إكس زائد جوج إلى كتساوي أربعة، إكس زائد جوج إلى إكس زائد جوج إلى كتساوي أربعة. أما غادي نشوف الحالة الثانية، أربعة إكس زائد مية إلى كتساوي واحد، أربعة إكس زائد مية إلى كتساوي واحد. إكس زائد من واحد 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 إكس بلس جي إذا كات كات إكس بلس إذا إذا ميزان ميكوبيك نزارو في سيت سيونس ديداكتيك كونسيرفون في سيزيك إذا بورتون بور لا بروكيراسيون ليكزامان أ لونتخي أو سونتر ريجيونال دو فورماسيون إن شاء الله بور أبوردي هاد ليميت لي نوب هاد ليميت لي بويسون با سولومون c'est exigeant. Maintenant, pour être un enseignant, c'est un enseignant qui sacrifie sa vie en faveur des élèves. Pourquoi? Parce qu'il transmet un savoir de connaissance à ses élèves, il donne des valeurs que cet élève se peut dans le sens meilleur de la société. Aussi, il travaille pour développer les compétences de ses élèves et il travaille aussi pour améliorer le système éducatif. Donc, le toujours l'enseignant, c'est qu'il est créatif. Donc, il sait dès l'élément mondial, dès l'élément d'accueil, dès l'élément de vie, dès l'élément de vie, dès l'élément de vie, il a même donné à l'élément de le mettre là. Il a l'idée d'être à l'élément de savoir que c'est aussi à l'élément de savoir que c'est à l'élément de savoir تطفل يعني التعليم هو عنصر مهم وأساسي في دنيا المسلمة التي ننشدها أمير المؤمنين جل في مطمئة السادس رسول الله. إذن نحن نعيش في مغرب تاريخيا ديمقراطيا اختار تطورا في جانب التكنولوجي ونعرض على منظومة التعليم المدني المطيعة كتماشى التطور وكتخضع لعدة إصلاحات إن شاء الله تكون إيجابية وتكون الدماغ من إيجابيها ولا تترجع المؤسسة العمومية إلى مكانتها المرموقة وتكون ديالكم إن شاء الله تكون مدين وتكون قوي في جميع مع المناهج في جميع المراجع في جميع المناهج من جانب البيداغوجي من جانب الديداكتيكي من جانب المعرفي من جانب التشغيل من جانب العلم الاستيراني ومن جانب استعمال الموارد العلمية وكيف تكون عالميين على جميع انماط التعليم سواء المدرسة او حضوري او بالتنام. الى هنا اخواني اخواتي اتمنى لكم التوفيق في هذه المباراة ونحن معنا ان شاء الله ونتقاسم معكم بكل اخلاص خبرتنا وتجربتنا المتواضعة ولكم مني احر التهاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.